أهلا بكم اليوم في حلقة جديدة من مدونة المحترف الصغير. في هذه الحلقة سنتطرق إلى خصائص فوائد جريج سانك 2017. حسن، هذا الهاتف ثمنه 370 دينار، يعني له مواصفات جيدة مقارنة بسعره. هذه هي مواصفات الهاتف. ثلاثة آلاف ملي أمبير في البطارية، وهي بطارية لا تقبل النزع. 2 جيجا رام، 16 جيجا روم، 8 ملي أمبير، 8 ميجا بكسل كاميرا الخلفية، وخمسة ميجا بكسل كاميرا الأمامية. الكاميرا الأمامية لديها فلاش، وهاتف بحجم 5 إنش. حسن، نفتح الهاتف. هاتف يدعم الجيل الرابع. هذا الهاتف نعود إليه. يأتي معه فيلم وحامي الشاشة، وهو حامي الشاشة من نوعية رخيصة، يعني ليس عن حماية. لذلك يجب أن نشتري حامي الشاشة من البلور. هذا الضمان، يعني هذا اسم الأصدقاء أظهر له رسمي. هذا والدليل عن صحة كل شيء. هذا الشاحن الأصلي. حسنا، هذه سماعات الهاتف، سماعات جميلة جدا. وهذا كابل USB. حسنا، نعود الآن إلى الهاتف. عن الهاتف يأتي بطارية لا تقبل النزع. كما رأيتم البطارية لا تقبل النزع. الهاتف يدخل 2 سيم وان ميكرو كاميرا. هذا الفلاش، يعني الفلاش الأمامي. هذا هو حسن. الجانب الأيمن سنجد تغطي الصوت والباور، وعلى اليسار الزر، الزر أدنى تفعيل الأوامر. يعني مثلا تغطى واحدة تفتح الكاميرا، تغطتين الفلاش، تغطى مطولة تفتح يوتيوب مثلا. حسن، نفتح الهاتف. الهاتف يأتي بأندرويد مارشميلو 6.0 و إم إي 4.1. حسن، فتح الهاتف.
حسن ندخل الآن ستينك نسبة الهاتف يأتي بـ MEI 4.1 هو بروسيسور كواد كور 1.4 رام دي جيجا وذاكرة داخلية 16 ودقة شاشة 720 في 1280 حسن هذه الإضاءة يعني نجرب الكاميرا قطع الكاميرا جميلة جدا ما ترون يعني كاميرا جميلة انظر يعني لا ما رأيت ما تقرب جيدا نصور مثلا كتابة صغيرة هذه من بعيد كما رأيت الصورة جميلة جدا صورة جميلة جدا نستعمل هنا اختيار مثلا بانوراما ووضع صورة كبيرة مثلا نصور هكذا هذه هي صورة بانوراما يعني هذه هي صورة بانوراما يعني صورة يعني حسن عموما الهاتف جميل يعني له ذاكرة جميلة حسب سعره وكاميرا جميلة جدا حتى الكاميرا الأمامية يعني جميلة أنصح الجميع بشرائه وأخيرا تنسوا الاشتراك في القناة وضغط لايك لنستمر وكتابة تعليق عن الهاتف الذي تريدين أن نقوم به خصائصه تقديم خصائصه إلى اللقاء